مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، سعد الله وقتكم بكل خير. أهلا بكم معنا إلى هذه الحصة الخاصة مباشرة عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من سطيف. الرعاية الصحية مع الأستاذ محمد رضا عمرو، مؤسس أكاديمية الطب التكميلي البديل للرعاية الصحية الذاتية، اختصاصي معالج محاضر وكاتب كتب ومقالات، لبناني خريج مركز الطب التكميلي والبديل في نيويورك عام 98، حائز على درجة الماستر في علوم الطاقة الحيوية والتأمل السدهي والطيران اليوغي، معالج ومدرب ومؤهل لتقنية إزالة الحساسية، معالج نفسي ومعالج الأوجاع، معد ومقدم عديد البرامج التلفزيونية لتعلم الرعاية الصحية الذاتية. هو راه معنا اليوم على الهواء مباشرة عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من سطيف. مرحبا بك أستاذ محمد رضا عمرو، نتمنى قدمنا كامل الصفات اللي تمتاز بها. تفضل أستاذ. الله يرضى عليك، شكرا جزيلا على استضافتي في هذه الإذاعة الرائعة الصيف، وبشكر مركز بيت لافر لاستضافتي عشان نقدم تقنيات الرعاية الصحية الذاتية التي يحتاجها كل إنسان. كل إنسان يحتاج، يعني كيف أنا أحتاج أتعلم القراءة والكتابة، كذلك أحتاج أعتني بنفسي. الاعتناء طبعا نحن نختلف عن الطب البديل وطب الأعشاب، نختلف عن الطب الطبيعي، نختلف عن الطب الكلاسيكي. نحن رعاية ذاتية إلو شمولية. أخذنا الثقة والرعاية من منظمة الصحة العالمية، أعطتنا كارت بلانش إنه نكون بتعليم هذه التقنيات الآمنة التي ينتج عنها الشفاء فقط. حتى لو الشخص الذي قام بهذه التقنية بالغلط، مثلا ضغط على نقطة غلط، ما لا يؤثر بالجسم سلبا، فهي فقط تقنيات رائعة تزيل الأوجاع حين يكون الوجع، تزيل المشاعر السلبية التي هي أساس الأمراض. مشاعر سلبية، نحن الإنسان لا يعرف أنه أساس المشكلة هي مشاعر سلبية، الألم، الحقد، كل إنسان عنده منها الألم، الحقد، الذكريات الأليمة يقعد يفكر فيها، الإنسان يميل للسلبي. So, عندما تزيل هذه المشاعر بدها جسمك صافي، جهازك العصبي أنضف، عظيم. بس كيف أزيله؟ ما أنا تحت المطر، تحت المطر، يعني أنا أحمل أمبريلا شمسية أخفف من المطر، بس المشاعر السلبية تلحقني بكل الأماكن. So, في وسائل تم اكتشافها من أطباء، يعني أطباء الغرب، نحن تعلمناها لما كنا بأمريكا وسافرنا عدة بلدان كمان، تعلمناها وأتينا بقالب مميز، عملناه بروتوكول علاجي، أخذنا الثقة من منظمة الصحة العالمية، وكنا صرنا نعمل نشر لهذه التقنيات بالإمارات. رحت الإمارات كمان، استضافتني وزارة الصحة الإماراتية، علمت الأطباء طب، والله طبيب هوريك قال لي كيف هيدي، كيف بتصير، أنا كتفي أنا مخلوع وأخذت أبار وعملنا كذا، انت بخمس دقائق شلت لي. قلت له انا لم افعل شيء، جسدك الذي قام بالعلاج، انا وسيله فتحت الطريق. عظيم. ما هي التقنيات التي تساهم؟ انا اقول تساهم. طيب قلنا نروح للتقنيه استاذ محمد رضا عمرو، نفهم من كلامك بانه الرعايه الذاتيه هي عباره عن تقنيات بعد ما يتعلمها الانسان يقوم بممارستها على نفسه او على الاخرين، من اجل تخفيف وازاله المشاعر السلبيه. نعم. او الحساسيه او الاوجاع. نعم. هلا الامراض، واحد بيقول لي طب السكر، الضغط، ما هولي كلهم تراكمات، صار تراكمات. لذلك يعني هلا شخص معه سرطان بمرحله الاخيره، ممكن يعني لا استطيع ان اقول له انه يتم شفائك 100% او من السكر او كذا، لان كل انسان يختلف عن الانسان الاخر. بس اذا نحن عملنا له هيدا، شلنا له المشاعر السلبيه، التحسس الغذائي هو 85% من مشاكل العصر، هو التحسس الغذائي. يرو كل الامراض تبدا، ما هيدا اكتشافات، سوري، اكتشافات بامريكا بيعملوها، عم بيعلموها بفرنسا كمان، لان العالم عن جد هلا الدواء مفيد جدا. انا اذا صار شيء اول شيء بفكر فيه روح على الفرمشية، صح، الدواء ممتاز، يعني كل الاطباء وجدوا والدواء حتى يساعدوني.
كمان انا لازم ما اعتمد فقط عليهم، اعتمد على نفسي كمان. الاكل اللي باكله اثناء الطعام، ما نحن بنفكر بالسلبي اثناء الطعام صح؟ بتفكر مين زعل وبعدين والله صح بتعلق الاكل بتبقى هون. سو الجسد بيخدع انه هيدا الطعام اللي دخل إلى هيدا عم بيعمل فوضى. سو المرة القادمة عندما تاكله بيعمل مخك عامل ملف انه هيدا الطعام لا تمتصه بيعمل فوضى. سو انت بتاكله ما بتستفيد بالاكل، راسك بيوجعك، بيقل نشاطك، بصير عندك خمول بعد الاكل. بالعكس انت املأت سيارتك عبيت لها بنزين يعني بدها تكون قويه وتمشي، بس انت الان بعد الاكل وبعد احسن اكل انعسي وتعبت وخم افتح الشباك لاستطيع التنفس، لان الطعام اللي دخل عليه جسمك عم يمتصه، لانه هيدا عامل خطر بالصديق. سو نحن ماذا نقوم فيه؟ نحن نعمل اعاده تاهيل للجسد انه هيدا الطعام كويس للدماغ، بنعطي تأهيل للدماغ. هلأ معظم الأطباء الأمدين من وزارة الصحة بلبنان وغير لبنان بجميع لحظة بيتعلموا هذه التقنية، تقنية رائعة بنفس النهار النتيجة سبحان ربي العظيم. طيب أستاذ رضا عمرو، يعني نفهم من كلامك بأنه كل شيء بسلشيك، يعني كل شيء يعني لا ليس أنا نتكلم نحن على الأحياء. هلأ مثلا طفل صغير، تقبرني طفل صغير ما بيعرف مشاعر سلبية بس صح. مريض صح. ليس كل المشاعر السلبية انه هي الاساس. كمان واحد ضربك اكسيدان اخذ برين كمان يجب نفكر فيها. بس نحن في عدة تقنيات، ما هو بروتوكول علاجي خليط بخمس تقنيات. طيب ما هي هذه التقنيات؟ عظيم. هلا ما هي هي عدة تقنيات، بس باي تقنية بتبدا هون الشطارة. حسب حالة الانسان، حسب كيف دخل عليه وكيف شكله. نحن بنعلم من كل الزوايا. اولا التقنيات اللي بنعلمها كاول دوره مشان نعلم العالم هي تقنيه اسمها السوجوك. سوجوك اسيوجيك اوكي، هيدا تم اكتشافها بالتسعين سنه التسعين، هي تم اكتشافها ب 1953 سنه 1953، ولكن لتم انتشارها بسنه التسعين. هيدي وسيله رائعه جدا من خلال باطن اليد تزيل اوجاعك. الوجع يختلف عن الحساسيه، يختلف عن المشاعر السلبيه. الوجع مثلا عندك وجع راس، بعلمك نقطة صغيرة بإصبعك بضفرك أو بألم مدبب راسه، تضغط عليه بروح وجعك، بس هل راح سبب الوجع؟ طبعا لا، بس هيدي لإزالة وجع الدرس، وجع الركبة، انتفاخ الحلق، الزكام، أنفك مغلق، بتفيدك هيدي كبداية. بعدين في عندك تقنية الريفلكسولوجي، هي العمود العلاج من القدمين. القدمين تحتوي أعضاء جسمك كلها، نهاية الأعصاب يقال بعلم التشريح، كل قدم فيها أكثر من 7200 عصب. هذه الأعصاب منتشرة بأنحاء جسمك. والقدم عندما تلمس الأرض أنت قدمك يعني تأخذ الطاقة من الأرض. شو يعني الطاقة؟ البرودة، الحرارة. جسدك معلق بقدمك. يعني الصحة جرب هلأ، نحن نتكلم ما بدنا نتكلم، عم نتكلم حقيقة. جرب انت اعتني بقدمك، دلك زيل الانتفاخات، تحس منخارك فتح، دينتك فتح، اعصابك رقد. بس هيدا التدليك العشوائي عندما خبير او تتعلم الطريقه الصحيحه، لان في نقاط معينه للكلى. والله للكلى الانسان اللي عنده البروستات المسكين كلها من قدمين، بس الانسان ما بيعرف. بس هيدي التقنيات قديمه جدا، وهلا كمان بامريكا واوروبا عم يجددوها. يعني كانت ريفلكسولوجي، هلا صار اسمها الريفلكسولوجي المعاصر. ليه؟ صار في تحديثات عليها. وفي عندك تقنية كمان حكينا عنها، إزالة المشاعر السلبية، إزالة الندى، مشاعر الندى، مشاعر التقصير. كيف تزال هذه؟ تقبرني بهيدي سهلة. هلا كيف نحن بنعملها؟ هلا في مشاعر كتير ما فيني عددهم، الخوف، تعرف المخاوي. الخوف هو أساس، هو يعني هو بيقلق مع الإنسان. الخوف بالبقن يعني هو ضروري، بس الخوف كتير بيخليك ترتبك، تخاف تظهر، تروح مع العالم، تنظر في ناس. ما أنا استشاري إلي زمان أكثر من 22 سنة، في ناس بتخاف من النظر، من العين، بتخاف خاصة الكبار. أنا بعالج وزراء كتير يعني متقاعدين، عندما أنت تتقاعد بتصير تخاف تظهر لبرا وتحكي قدام الناس، لان
العالم بتركز على غلطه بهالايام يلو بسو بتخاف انت تعمل اي غلط صيتك كله بيروح من زول طفولتك لغايه الان سو بينزلوا بالبيت سو في طريقه ازاله هيدي المشاعر السلبيه التي قد تسبب مشاكل. لاحظ الخوف يتمركز في الركبتين وبالارجل، عندما بتخاف كثير اجريك بمسمروا بالارض، عند واحد بيجيني عنده مشاعر عنده كعب رجله كثير بيوجعه المسكين بعمل له سجق بعمل له بس بيرجع الوجع. سو ليس الوجع بالكعي، بقول له يا تقبرني شو بتخاف؟ هل انت متردد؟ فكر بينك وبين نفسك. بيقعد بيفكر بيقول لي صح انا مره كذا، بقول له ما تخبرني فكر فيها. هو عم فكر فيها قوم انا بلمس نقاط معينه بوجهه. هلا شو هي هيدي النقاط اللي تم اكتشافها؟ كل هلا نحن عندنا مشاعر الخوف نقول هيدا شارع، شارع الذهب مثلا، شارع كذا، هيدا مش شارع الخوف، شارع مثلا الخجل، شارع الندم، شارع اي الحقد، التفكير المستمر، يلو في مشاعر الغيره. هلا كل نقطه بالراس وبالجسم وباصابيع الايدين لها شعور معين. عندما تفكر انت بشعور معين من علمك كيف تلمس هيدي النقطه، لمس مش ضرب ولا ابري ولا حقنه، بس لمس. الله كريم كثير علينا والله، بس نحن لا نعرف. نحن نعرف انه الله كريم اعطانا الشمس والقمر، بس اعطانا بني نظام علاج ذاتي بالانسان. الانسان دائما منظومه علاجيه ذاتيه، كيف الشجره؟ قص الشجره بتنمى لحالها بترجع. الانسان ما بده ينمى بلا بينمى لحاله. الانسان كائن متكامل من كل الزوايا، من كل النواحي. يلو بس عندما يطرق عليه خلل عظيم من خلل مفيد الانسان بيصلح حاله، بس اعطيني مجال. بس بهالايام افكاري كثير تشوش وعندي مشاعر نفسيه وعندي قلق وعندي كيف الجسد بده يتحمل. سو نحن هدفنا ماذا نفعل؟ نزيل التحسس الغذائي التي ثبت انه هو 85% من الامراض هو تحسس غذائي. هلا البيض مفيد بياكله لينشطني صح؟ الاكل كل المأكولات الخبز كلها مفيده، الله خلقها حتى تفيدني، بس هي عم تضرني. هلا ليه؟ ما في الا سبب كبير. عندما انا اكون عم باكل ويصير شجار بيني وبين زوجتي طبعا او بين اولادي او بين حدا يلو ما بتصير مع الناس، ما بتصير معها، ما بتصير معي، بتصير مع كل البشر. سو مخي بيعتقد انه بصير فوضى عندما تصير انت بتغضب، بتعرف شو بيصير فيه؟ الله اكبر، ما بتعرف شو بداخل الجسد، خلي الطبيب تحديدا. اثناء الغضب واثناء انت التوتر وعم تاكل، هيدا الاكل بيصير سم والله، بصير نفخه ببطنك ما بتعرف، بتروح تاخذ دواء من الحكيم بيعطيك، تطلب منه ما بيعطيك، الصيدلي بيعطيك بيقول لك اهلا وسهلا، الدواء بفيدك بس عظيم روح لي النفخه وبعدين، ما هي ببيتها صار. لكل شعور معين له مركز معين. الخوف ذكرنا انه بالقدمين يا مركز وبالركبه. طب القلق على المصاري على الفلوس وين بيروح؟ انت همك بالفلوس او يلي هيدا يلي سرقوه المسكين او يلي خسر فلوسه، كبده الكبد عنده بيتقسم. يلو الرئتين، بتعرف الرئتين، رجال هلا يجرح مرته بكلبه طول الليل صفير بصدره بصير معه ربو، بتروح عند الطبيب بيعطيها دواء تبعه بخف ما بخف بلا بخف بس بيرجع. الصدمة النفسية. سو نحن ماذا نفعل؟ نزيل الصدمة النفسية. هلا روح عند الصيدلي يقول له أنا عندي شعور بالمخاوف أو بالرهاب الاجتماعي أو عندي ندم، بيعطيك دواء؟ ما بيعطيك دواء. الطبيب النفسي بيعطيك دواء، ما هو؟ بتعرفون الطبيب بيخليك مدمن يا مسكين. عظيم رائع، بس بيفيدك بالبداية. بس نحن هدفنا إزالة كل هيدي المشاكل بنفسها، لا تحتاج لحدا، تحتاج إلى خبرة فقط ومعرفة. أحيانا من كلمة واحدة المعرفة فيها كلها، بس الإنسان لا يعرف. سو هدفنا هنشر هيدي المعلومات الممتازة التي تساهم، ما بقوله علاج لأن الشافي ربك، يعني نحن منقول حتى الدواء اللي بتاخده هو وسيلة، وسيلة تصحيح جسدك هو اللي عم يفرز، بتعرف الطبيبة جسدك اللي عم يفرز الهرمونات اللي بهيدا الدواء اللي بيحفزها، ولكن هو وسيلة. إذا أنت جرح أصبعك لا يوجد قدرة تلقن أصبعك إلا القدرة من راسك صح؟ اللي معه سكري
شو ما عملت له بحطوا له التكو تلزيق الان حتى يخدم الجرح بعد ما يفتح، لان ما في اوامر من مخك يقول سو. نحن بنعمل اعاده تاهيل كيف الكمبيوتر عندك لما يكون في فيروس طول الليل بتقعد تشتغل فيه بلا تعريف، بيجي التكنيشن تك 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 انتر راحت الفيروس. هيدي المعرفه البسيطه التي نحن نقوم بنشرها، هيدي الدورات التي بيحضرها يعني بيفتخر بذلك اطباء امدي من وزاره الصحه بيحضروها. ليه بيحضروها؟ مع انهم هن اختصاصيين، لانهم بيحبوا، لانه لا يعرفوا شغلات هيدي مين اخترع التقنيات؟ اطباء كمان نحن تعلمناها من برا. يعني انا كنت عايش بامريكا وسافرت عند الدول ما في داعي ذكرها، وجيت على لبنان عملت كتب وبلشنا ننشرها، عملت برنامج على التلفاز بالسعوديه، لاحظ بالسعوديه بقناه دينيه اسمها الرايه كان. هيدي ما في هني فكروني طاقه، لان شيء علم الطاقه وما الطاقه بيقولوا عنه مش منيح، لان شيء طاقه لا يرى بالعين المجرده، صح؟ طاقه. بس شو يعني طاقة؟ طاقة الشمس بتلمسها في حرارة بس لا تستطيع تلمسها. الهواء طاقة الهواء طاقة، يعني في طاقة، كل شيء اسمه مصطلح، أي شيء غير ملموس غير رؤي بسموه طاقة. بس الجسد عليه طاقة، كيف بيشتغل لك المسكين هيدا؟ أنت الحكيم لما تروح أنت يعمل لك فحص بدماغك، يعمل لك تخطيط دماغ وتطبيخ القلب، ما بيعملوا تخطيط الكهرباء تاعت قلبك. سو في كهرباء بجسد الانسان، واثبات لذلك عندما تلمس نايلون بيعلق باصبعك. سو هيدي الطاقه الكهربائيه اللي نتكلم عليها، عندما تكون زياده في خلل، وعندما تكون ناقصه في خلل، نحن نقوم بتعديلها. طيب استاذ، حكينا على تقنيه سجاق، حكينا على تقنيه ريفلكسيولوجي، حكينا على علاج التحسس، تحليل المشاعر السلبيه. هذه اللي تحتاج بعض التقنيات اللي يكون الانسان يديرها بالاصبع نتاعه او بالايدي نتاعه. ليس فقط، لا عفوا، ليس فقط ايدي اصابع لحالها، في ناس مقطوعه ايد المساكين ما بيتعالجوا. لا كيف تبدا؟ في الله كريم كثير علينا والله العظيم. انا اذا بحكي لكم العالم ما بيصدق، بكل خليه انفراديه فيها انسان ثاني غيرك، من خليه بتستنسخ. لذلك هيدي من أنملة أصبع فيك تعالج، أنا بعالج أي مشكلة من أنملة، أنملة وحدة ما بدي أكثر. ليه؟ لأن فيها المعلومات. يلو عظيم. هلا كيف وما كيف ما أنا دوري جاي أعلمها، بس ما نعتمد كثير على الأصابع، في نقاط بالوجه، في اليدين، بالبطن، بالرأس، بالأذنين لحالها كيف. سألتك أستاذ لأنه كنت حابب نروح إلى تقنية المديتيشن. هيدي عالم تاني. كيف يتم ذلك؟ بس تقبرني، أنا ما فيني أعلم المديتيشن، لاحظ بالدورات عندي بخليها لآخر شيء المديتيشن. أنا بعطيهم، لأن الشخص اللي بيجي بيشارك بالدورة بيتعالج وبيتعلم وبيصير معالج، وبنعطيه شهادة فخرية من منظمة الصحة. طبعا هيدي الشهادة لا ما في يفتح فيها دكان أو فرماشية، لا طبعا لا، بده يكون وزارة صحة هو. بس هيدي يعني تقريبا، بس بإمكانه يعالج نفسه ويعالج عائلته، لا تحتاج إلى ترخيص. إيش هو الترخيص؟ تلمس له وجهه، والله ما فيها لا إبرة وحلة، أنا جربت عليك صح؟ ما فيها أي شيء، بس بلمس له إيده مثل عم سلم عليه. فيك تعملها على قدام الناس بالمطعم، يا ما بعالج ناس، بس بإيده بلمس له نقطة بإيده، لا تحتاج ترخيص هيدي. بيرو أو المس له شعراته مثل ما عملت لك من ساعة، ما بدها ترخيص، بس تعلمها لتفيد نفسها. قديه كم نهار ويومين هي كل دورة؟ يومين. احسب نفسك عم تحضر تلفزيون. طيب علاش المديتيشن اخر شيء؟ اخر شيء لانه بدي انا اعالجه، لان الشخص اللي بيجي ليس ليحضر ليتعالج. كل شخص بيدخل باول الدوره باول يوم، بعد العشر ايام او 12 يوم بيخرج انسان مختلف. هلا طب بيخرج ليه؟ لانه صار عنده معرفه. التامل عالم ثاني. طبعا يجب تنظف نفسك من الحساسيه. كل انسان في عنده اكثر من 42 لاكثر نوع حساسيه. تقصد انها بالحساسيه استاذ؟ الحساسيه على المواد الاكل. الحليب، الخبز، القمح، السلياك، رائحه الروائح، هيدي حساسيه مميته هيدي. يلو جيوب الانفيه كلها تحسس، الربو تحسس، ولك هلا المشاكل اللي بنجيب حتى كلها تحسس، والله تحسس، العالم ما بتعرف.
you know. So أنا بخلص كل هيدا، بخلص المشاعر، بخلص الأوجاع، بخلص الحساسية، وبعدين بفوتهم لأعماق نفسهم. لأن يجي هلأ في ناس بعلمه تأمل، وشخص مريض وعنده قلق وبعلمه تأمل بيزيد عليه المسكين، بس ما بيعرف. بس يكون واحد مثلا مقهور عليه هم وكذا، يقعد على الكرسي، يجي سلق على الكرسي، عبروها بعي اللي عم يتسبع عليه، اجريك على الارض، اجلس عادي، بس ما تحط رجل على رجل، خلي باطن رجليك يلمس الارض. هلا بدك تغمض عينيك، ليه بتغمض عينيك؟ مشان تركز اكثر، بس هي التركيز جربها هلا. اوكي، اذا عندك اي مشاكل نفسيا، طبعا عندما تغمض عينيك ما بتشوف شيء، بس بتشوف افكارك، تجيك الف فكره وفكره. المخ مهنته يعطيك يعني. الان بدي اياك تفكر بباطن رجليك. استشعر انه رجليك تلمس الارض. بالقبل طول النهار مش مستشعر، بس الان استشعرت. استشعر بالجوارب، اذا لابس جوارب، اذا كنت بالبيت مثلا حفيان، السجاده تحت رجلك استشعر فيها. عظيم. الان صار في عندك تصويب، صح؟ ركز عليها، خذ نفس من انفك، استشعر بالهواء يداعب شعرات انفك بالداخل، يعني استشعر بالهواء عم يفوت من منخارك، بس استشعر بالهواء كيف عم يلمس الشعر بمنخارك. خلاص هلا انت دخلت لاعماق جسمك، خذ نفس وطلع، خذ نفس مره مرتين يعني، بعدين ركز، صوب انتباهك تفكيرك لباطن قدميك. عظيم عظيم. الان اذا في عندك مشاكل هموم كذا، بس انت اطلب من جسدك، يعني يا جسدي اخرج هيدي التراكمات السلبية براسي من رجلي، وخليهم يخرجوا وكأنه جذور شجرة عم تخرج. يعني عندك راسك عم يوجعك، كانت نسبة الوجع كتير صعبة، هلا لاحظ كيف بدها تخف. انا شو عم بعمل له؟ عم بضغط له، لاحظ الدم قديش في عنده احتقان، عندك صداع نصفي بيصير. ويا ريت كمان عندك قلق، انت بك قلق فكري بتفكر كتير بزاف، منحبش. لذلك احيانا الوجع بيكون بعيد عن مصدره، ليس انه الوجع بالراس دغري منروح على الراس، احيانا في اشياء مختلفه. لاحظ، شفت هالحركات البسيطه اللي انت بتعملها لحالك عم يخف وجعك؟ صح بيخف وجعك. احنا منخلص هيدي بعدين، هلا نكسه صغيره ليست كثير، نحط هيدا الخاطي، نعملها هيك، ليك انت كان عنده توتر، عندك توتر منيح بجسمك، انا ليك مسكت له اصابعه، انا ما بمسك الاصابعي بس عنده كتير، بسحب له اياها. ايه عندك شوية كهرباء زيدي كمان بجسمه. خلص هلا انتهينا، بس بعد في عندك ليك مش عم ينام منيح. كم ساعة بتنام؟ ستة خمسة. ايه ستة بس مش عم بتنام. ليك تغير وجهه، صار وجهه، كان وجهه أحمر صح؟ لاحظته وجهه أحمر. خلص خلصنا. أعطيني إيدك التاني، ليك شو في عنده كمان؟ عنده هوني عبقة على صدره. إيه ليك أنت عندك حزن كمان، هيدا دمعته صحية تبكي دغري كمان. والله أنا عنده حزن كتير، قلبه طيب طاهي، دمعته صحية. قال كيف عرفت؟ لا خلص، لا تحتاج. إيه صف صح؟ خف الرأس. ايه. ليس هلأ على انت بالبيت، هلأ انت لا تحتاج انت، بس في انتو ليس وجع رأس، ليس مشكلة برأسه، في عندك مشكلة اصلا هوني على الصدر. لاحظ اذا انا في نقطة، اذا بدي اقول اياها في وجع، لاحظ عندك وجع. ليه هيدا الحزن؟ نقطة الحزن، نقطة حزن هيدي، بتقول لي مهنتي هيدا نقطة الحزن، هون بيعبي اكتر شيء. لاحظ هلا اجيب اي شخص البسه بفي، بس هو عنده محتصر، في عندك مشاعر نفسيه ومشاكل، ما بدي اتدخل انا، بس في عندك مشاكل. لذلك
تحمل لك طريقة تخليك تستيقظ. إيه بعده شوي.